بروشيتا ما عدا الاوتو سي او الاون ذا شيلف اللي هو ما عدا الحاجات اللي ما فيهاش ضرر. حضرتك احنا بنكلم التليفون في الصيدليه اقول له انا زوري وجعني ومش عارفه عندي ايه يبعت لي روشيتا. بره مصر بيحصلش كده. امتى هتلتزم يعني الصيدليات بروشيتا؟ يعني الحلقه بالسؤال عايز حلقه بالظبط. انا قصدي يا فندم اعمل كده. بس انا عايزه اعمل كده. عندما يكون هناك منظومه هيئه عليا لدواء تنظم ملف الدواء على بعضه جوه مصر هيبقى هناك انضباط في صرف الدواء في مصر. هينفع في يوم من الايام نصرف الادويه بروشيتا؟ لما يكون في منظومه هيئه عليا هتحط جايد لاينز او اشتراطات من اول بدايه التصنيع الى صرف الدواء هيتم ازاي. حضرتك انت داخل لك تطبيق مشروع كبير جدا جوه مصر وده انجاز تاريخي يتحسب لمؤسسه الرئاسه اللي هو التامين الصحي. ايوه طبعا. في التامين الصحي لما يجي يطبق حضرتك ايه اللي هيحصل؟ هيبقى كله بروشيتا. الحاجه اللي بروشيتا هتقل وهيبقى الاسم العلمي هنا هيطبق. يعني في التامين الصحي هيحطوا في البريسكريب في الروشيتا الاسم العلمي وليس الدواء. ده اللي حاليا هو اللي بيتكلم بيعمل كده. ده يعني ده هيحصل يعني في مصر. الحد الادنى يبقى انا اسف دكتور فضل. الحد الادنى يبقى في مستشفيات الحكومه وفي التامين الصحي يفرض فرضا بقرار من وزير الصحه ان تكتب كل الادويه باسم الماده الفعاله. يفرض. عارفه لما نعمل كده المريض بتاعها هيرتاح، هيرضى عني انا كطبيب، هيرضى عني كوزير، هيرضى عني كرئيس. لان المفترض ان انا كوزاره انا يهمني ايه؟ الماده الفعاله، صح ولا لا؟ لا شركه يهمني انها تبيع اكتر ولا تبيع اقل. انا مانيش في السوق، انا مش شغال في السوق. الناس تخف، الناس تشفى. فمش منطقي ان انا يبقى عندي حاجات مركونه على الرفوف والتعنت في كتابه الاسم التجاري موقفاها حتى كمان في الوزاره. في مخازن في الوزاره هناك ادويه ينتهي مفعولها اضطر يعدموها. مش ده بيحصل؟ مظبوط. علشان مش مكتوب الماده الفعاله، يعني مكتوب الاسم التجاري. يعني الحد الادنى نمتلك الجراه في اتخاذ هذا القرار. واتمنى بعد الحلقه دي ان يكون سياده الوزيره بتسمعنا انه يفرض على كل المستشفيات الحكوميه، لان في النهايه اللي في الحكومه ده بيشتغل عند الدوله. فعلا بيشتغل بدماغي في القطاع الخاص. فالمفروض يفرض على مستوى كل التامين الصحي، على مستوى كل المستشفيات الحكومية أن يكتب الدواء باسم المادة الفعالة. هنا مفيش شركة هتزعل مني وتقول ده أنت بتوزع لفلان على حساب علان. ومش عندي فرصة للدكاترة أنها تعمل بيزنس. طيب على الثقافة دي زي ما قال الدكتور علي احنا عايزين نغير الثقافة. أول ما نغيرها في الحكومة اللي هي ملكنا احنا أصحاب القرار هتتغير في المجتمع، هتتغير بره، لأن هيبطل الناس تقول بديل، هتبطل الناس تقول مثيل. آخر حاجة أتمنى أن حضرتك تسمحي لي أقولها إن شاء الله يكون في دقيقة. اتفضل. أتمنى أن نغزو سوق إنتاج المواد الفعالة ولو بأصناف محددة. يعني مثلا المادة اسمها ديكلوفناك صوديوم اللي بيطلعوا منها الفولترين والكتافلام المسكن المشهور ده. طبعا. إذا الدواء دي لو هم في 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 قطاع الـ 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 الغرف التجارية حصرين مصر بتستورد كام من المادة الفعالة؟ أعتقد في السنة ممكن يعدي المليار. ففي الحالة دي تستحق. لا 2.5 مليار لمين؟ شوفي حضرتك لمين؟ لصنف واحد يا جماعه. يا جماعه صنف واحد ممكن تقوم عليه شركه الدواء. انا بتكلم على كل روم ماتيريالز. انما انت حضرتك متخيله يعني احنا ما نقولش احنا عندنا تخوفات من تصنيع الماده الخام لاننا مش هنقدر ننافس. لا يا سيدي، انا هقول للشركات المصريه انا هصنع الماده الفلانيه كويس والدوله تلزمك انك ما تستوردهاش. خلاص واخد بال حضرتك. بس الدوله تديني تسعيره عادله للتكلفه اللي جوه. انا فعلا كبقى كمصريه انا اتمنى فعلا تكون وزيره الصحه سمعنا، واتمنى ان يكون بالفعل المسؤولين عن السياسات سمعنا، لان كلام اللي حضرتكم احنا مش هنتغير للتطبيق. مش هنتغير غير بقرارات جريئه. انا بس حابب احنا عايزين قرار جريء. بص هو اول قرار جريء خدته معالي الوزيره وانا بحييها على كده. أيوة. لان احنا طالبنا من سنه يا نائب وزير لشؤون الصيدله يا هيئه عليا وهي اول قرار اعلنته واعلنت قدام مؤسسه الرئاسه كلام بصراحه وشجاعه ان ملف الدواء لابد من فصله من وزاره الصحه. يبقى له هيئه عليا منفصله. رقم اثنين عينت نائب وزير صحه لشؤون الدواء. ايوه. وده بادره كويسه لاول مره في تاريخ الصيدله ده بيتم. وده انجاز كويس وده ان شاء الله هيحسن كتير من ملفات وازمات الدواء وان شاء الله قراراتي تكمل ان شاء الله. الدكتور نبيل محيي عميد كليه الصيدله سابقا وعضو مجلس علماء مصر حقيقي شرفتنا وافدتنا. الدكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه، اتمنى كل اللي حضرتك قلته حياتك والدكتور نبيل
ان شاء الله يتحقق باذن الله. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، واقول برضو من لا يملك قوته لا يملك قراره.